نحن توقفنا في الدرس الماضي في ملخص التراكيب للوحدة السابعة، الدرس السابع 58. يتنش بولو مي اللي سكزنش درس ده ملخص التراكيب أنو جابلار نتوزش خسخة جابلار ديگم جاي بارو جراماتيك أنو أرغينا ديگم وأنا وشتة نحن درسنا في ملخص التراكيب الأفعال الماضية والمضارعة وتكن زمان وخازر كيل الزمان في اللانا وتودي وتكن زمان في اللان قنا قلب خازر كيل الزمان يساش كورسة بيرودا وواجب البيت كان يجب عليكم أن تجدوا أشرة أفعال الماضية وأن تكتبنا أفعال المضارعة لهذه الأفعال الماضية وشو كان زمان في اللانة مضارع نيوز شيلة كريجيد وزيلة ولكن لم يكتب أحد غير مشتري هي كتبت وأرسلت ولكنك مبينة ومسلمة أنتما لم تكتب 10 أفعال سلو أنت فيل توب مجاسل يوز مجاسل لذلك الآن سأسأل الكلمات جديدة في الدرس السابع شني شو حاضر في الوحدة السابعة يتنش بولم دقي إنجيس وزلان سوري ما أسلده ولكن واجب البيت سأسأل غدا يوم الاثنين ارتجى دوشان بكنا بو وزيفان سوري ما شنو قما قني لچا قويمي من باربر خار در سرور ما غدا غدا ارتجى لابد خذوا القاموس اشتروا القاموس من المكتبة وابحثوا 10 أفعال الماضية واكتبنا المضارعة لهذه الأفعال الماضية مش ماضي في اللعنة مضارع يعني عزيلة كيف تكتبنا الماضي مضارع للأفعال الماضية نحن درسنا في الدرس الماضي وتكين درس تبزو ونغدك وش ماضي ده مضارع نيا ساشنا لغة تن توب نما نتوبشي لكري وقلنا نما قلس له أنا وش درس كورب يازي له أنت ماضي أنت مضارع إرتجي چه خب ما إرتجي كيش كباي درس كيش واضح أو لا شنار لي ما مبينة مسلمة هل واضح أو لا؟ واضح مسلمة مسلمة بخدير وهل فهمت الواجب؟ طيب مبينة أنت ابدأي الكلمات جديدة في الوحدة السابعة أربت له كيف يكون؟ أربت له بالعربية كيف يكون مبينة؟ أربت له تل ديانا نما ديانا مبينة تل مبينة مبينة حاضر
في لغة عربية. لا نحتاج إلى في. في كريمس بزيجة عرب تل برنج تل إن عرب عرب برنج اللغة اللغة العربية اللغة العربية. أستاذ منا قيس بيروت سروس الوحدة السابعة يتنج بولم ديجي لغة ديجي نقا حوار ديجي ينجي سوزلان اللغة العربية عربت له. خب كلمة تالية حقوق بريدميت لارا учебные предметы. Уку предмет лара. Биларобиати, кайф я куну? Мавду диросиету. Альмавату. Альмаве. Устаз был перевод на суруджу. Хал саалту ки айдон? Хал анти аджабти? Нам. المواد الدراسية. وهل أجبت للأسئلة أيضا؟ من جاوب يرد؟ أجبت نعم. جيد. هيا ننظر هل تعرف مسلمة هذه الكلمات. سأسأل مرة أخرى. سأسألك. سيدي أنا برمارت سوري ما مبينة. إذن أقوب ريدميت لارا بالعربية كيف يكون؟ موضوع دراسية. المواد الدراسية. مواد دراسية. المواد الدراسية. أقو بريدميت لارا بريدميت أنا قاسو أوزبيتش اسمي ده درس لك لارا أقو درس يقرأ الماس предмет она кают урок бару она масла математика физика литература история она ушла предмет муслима узбекистан в то кисма фанлар фанлар оку фанлары фан طيب муслима لكي سؤال سنف بالعربية كيف يكون سنف؟ سنف صف سنف بولانا كلمة تالية كينجس مبينة خانة دورك كمبيوتر 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 بالعربية كيف يكون؟ الحاسوب 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 لكلمة حاسوب معنى يعني حاسوب ديجندا اكتا معنانا چون سيبولا ده هم كمبيوتر هم انفرماتيكا فانا
كي كمبيوتر هذا كو انترنت الحاسوب دیگنده همو معنایینی ایکته معنان چونمز برنچسه کمپیوتر و ایکینچسه انفرماتیکا فنه واضح؟ من کلمه تالیه مسلمه ناوکا هر خل ناوکا لبارو مثلا ناوکا دب بستل ده اوز بیتل دیگه سنیت سام عرب چاس بلن برخل بو پلد ده ایلم لار ایلم علوم علوم العلوم نما ديانا العلوم علم لار ديانا بني تشيجا انق فن لبارو انق فن ل فيزيكا كرادة بني بيولوجيا هما سنة بيتقل شاد عرب دولة ها فيزيكا بيولوجيا كيمياء هما سنة بيتقل بوت شاد علوم ده كين عادل نستي انستك يا عادل نوت شاد مكتبتا علوم ديگن فن نيچه ده ماشي طبيعت جداير فيزيكا كيمياء بيولوجيا وشانا چقرلاش مگن خالده اوت شاد چون ديلم كلمة تالية اسلام اسلام مدنیته دیگه فنم بارو لده عرب دولت لرده کیف یکونو بل عربیتی مثل استر مایدی ما علوم مسزید دیزه مسلمه مبینه اسلام مدنیته بالعربية كيف يقول؟ إسلام مدنية سقف الثقافة الثقافة الإسلامية الثقافة الإسلامية نعم الثقافة الإسلامية إسلام مدنية ديان يا مي يوزل مد طيب كلمة تالية مسلمة ماتيماتيكا 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 اختبار لا اختبار ماس ما معنى اختبار ما نعرف لماذا يعني اختبار يوغ ما يدي قولي مبينة قولي مبينة الرياضيات ما معنى الرياضيات؟ ماتيماتيك نعم الرياضيات خب ومسلمة ما معنى مختبر
مختبر وش انا قد ارسل مدوز مختبر يو خاص وش درسيري فقط باشقا ديالوك بيدا اها باشقا كينيس ده و ديالوك تماس خاب اختبار نما انا قام رسم يو رسم چزش ماس ما معنى الاختبار ما نعرف ما معنى الاختبار؟ الاختبار مبينة هل تعرفين معنى الاختبار؟ لا توجد ماذا؟ لا بالمين اختبار يعني مسلمة امتحان امتحان ديانا اختبار احفظنا الكلمات جديدة جيدا مبينة ومسلمة سوزلانا كررنا واحفظناها جيدا تكرر لب يضل والي لبشغة تياشا الآن سأسأل الأسئلة في الحوار ديالوك تيجي سؤال لنا سوريما أستاذ لكن بنيان سروري نعم سألت نعم نعم يعني وهل تقنق شيدي وهل حفظتن الأعداد الترتيبية المؤنثة الأعداد الأعداد الترتيبية المؤنثة يعني باللغة الأوزبكية جينسكي روت ترتيب تونلر مثلا ما معنى الأولى ما معنى الأولى؟ برنشة أولى مؤنث برنشة ديانا جنسكي روتكة أولى أولى للمؤنث جنسكي روتكة مثلا البنت الأولى ما معنى البنت الأولى؟ والابن ابن جاء برنشو ما معنى اغل برنشو اغل دماغش بوسي الابن الاولى هل هذا صحيح لا هذا خطأ الابن الاولى بميدة خطأ بولادة چونكي اولى جنسكي روتك مشكو روتك خنق بولاده الأول تمام الأول نعم الأول مثلا ما هذه مبينة ما هذه بالعربي سيارة برنشي ماشينة دب إتسيك بالعربية كيف يكون؟
السيارة. السيارة السيارة الأول. أولى سيارة مؤنث أول بميدة أول للمذكر. سيارة الأول بولادمة. مبينة السيارة الأول هل هذا صحيح؟ لا. كيف يكون إذن؟ السيارة طول مبينة. ألو مبينة جوابرين برنش ماشينة السيارة الأول بولاركيما؟ لا. كيف يكون إذن صحيح؟ السيارة طول أولى. أولى بولادة مسلمة إكينش ماشينة السيارة طول السيارة الثانية. ثانية. يوكي ثانية تو. ديمس. حركة العرب رخ البلادة. لأن موصوف صفة. چونكي الثانية تو إكينشي صفات بلادة. بوتة ترتب سانلا صفات وظيفة سدى تربتة. Neçinci maşine? İkinci maşine. As-seyyaratu mausuf, prilagaymaye. As-seyyaratu prilagatelneye sıfat. İkinci maşine. Mubina, üçüncü maşine. Kayfa yakunu? As-seyyaratu salisatu. Sahih. As-seyyaratu salisatu. مسلمة تورتنشي ماشينة السيارة رابعة جيد مبينة بيشنشي ماشينة السيارة الخامسة مسلمة أولتنشي ماشينة السيارة السادسة مبينة يتنشي ماشينة السيارة السابعة مسلمة سكزنشي ماشينة السيارة الثامنة مبينة توقزنشي ماشينة السيارة التاسعة مسلمة غننشي ماشينة السيارة عشرة 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 طيب الآن نفعل التدريبات متعلقة بالأعداد الترتيبية للمؤنث جنس كيروت نمالانا ترتب سونلانا مشقلارنا بجرامس التدريب الأول برنشي مشق رتب الأعداد سونلارنا ترتب لا مثلا هنا الأعداد الترتيبية ممت قناق ترتب سونل بيرجا تاسعة توقزنش عاشرة أوننش سابعة يتنش سادسة أوتنش ثامنة سكزنش أولا كيف نرتب الأعداد ماشي صن لانا توقزنش أوننش يتنش أوتنش سكزنش لانا تارت بلسي كيف نرتب برنش قايس بر كيلادة برنش أوننش كيلادة ما يا أي عدد يأتي أولا؟ شلون هيك ده برنش قايس بركيلة ده؟ أه؟
السابعة يتنشم يتنشم يا Yettiden küçükinesi yok mu bulan içi de? Tesi'a, dokuzuncu, aşira, onuncu, sabi'a, yettinci, sadise, altıncı, samine, sekizinci. Kaysa biri, birinci geledi. Alo. Birinci kaysa biri geledi. Tartıp sonda. Birinci kaysa biri geledi. Alo. 9 mi? 9 birinci geledi mi? 9 birinci geledi. Şulanın içi de birinci kaysa geledi. Tartıp sonda. Samine tu. Birinci 8 geledi mi? 8'den küçük nesi yok mu? Birinci küçük nesi on geledi. Matematik. Es-sadiset. Ha, birinci es-sadise geledi. Ba'da es-sadise? Es-sabiat. Sabi'a geledi. Mana sadiseden keyin sabi'a geledi. Ba'da es-sabi'a? Semaniye. Semaniye mas. Semaniye 8 diger. Semine. Samine sekizinci digene. Ba'da sabi'a Samine. Tasi'at. Ba'da Samine tasi'at. Tasi'at. Aşirat. Aşira. Keyin aşira keledi. Tartib sonladı. Birinci kichkinasidan boshlanadi. Al-a'dad at-tartibiyye. باسمه يبدأ بالترتيب الأصغر إن كتشكي ناس دان باشلاب وزا نام بلان ترتب ترتيو ترتب بلان باشلاب كتشكي ناس دان باشلاب كي ترتب التدريب الثاني إكينش مشق صيل بين العدد والترتيب صان بلان ونا ترتب صاننا بربرقة باغلا مثلا أنا أبدأ أولاً ما برنش باشلي ما السابعة يتنش ديجانا يتنش ترتب هاي صن نك سبعة نك مانا سابعة سبعة نيجون أصل بين السابعة والسبعة يتبنا يتنش نبر برجع باغلي ما مبين حان دورك اقرأي اسمها يوك تاسعة التاسعة ما معنى التاسعة سكس تقزنش 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 هذا العدد ترتيبي لأي عدد بو ترتب صن قيس صنك تقزنش ممكن 9-2 ها لتسعة تسعة تجيشلي نعم هذا هو مسلمة اقرأي عدد تالي السادسة ما معنى السادسة ألتنجة نعم لأي عدد نصفها أنا توقف جانا تسعة أنا ستة تسعة مس ستة تسعة تسعة توقف ستة ألت ستة جا فهمتي؟ عشرة ها ما أنا قاعد ناطر جزبي لكن تسعة مس بو ستة دبيت لهذا تسعة توقف ستة ألت تمام؟ فهمتي مسلمة السادسة لستة ألتنجي ألتنكي ألتسانكي فهمتو خب
عدد تالي مبينة، اقرأي. عشرة. نعم، ما معنى العاشرة؟ ما معنى العاشرة؟ اون. اون ديسيس خطا بولد. اونن تشي دي يعني عاشرة. لي عدد عشرة. عشرة دي يعني اون دي يعني اون جيتي جيش لي تورا. لكن عاشرة دي يعني اونن تشي دي يعني. Şimdi ma ne mamna kadı yani. De yana da çizik çiz var. Ne çiz yani. Ha on, on de yani. Bu. Aşıra de yani. Şimdi mi? Mesela aşıra disyatı, yo disyata ya bolada renski rotik ku disyata ya. A aşıra disit. Şimdi mi? Tertibi o sana, sana alvatken değil. Sana üçün işletilir yani. والعدد أخير إقرأي مسلمة. الثامنات. الثامنات. الثامنة، ما معنى الثامنة؟ سكوزينجا. نعم، لأي عدد؟ سكوزينجا. لأي عدد؟ كيف يكون هذا العدد بالعربية؟ ثمانية أو ثماني. ثماني، فهمتي؟ فهمت. طيب نبدأ التدريب التالي. التدريب الثالث، صيل بين العددين المناسبين. İkide birbirge münasip adetti. Strelka kıl. Bağla. Sıyl digene bağla digene. Birbirge strelka bile bağlayız. Yani huda, huna al-a'dad al-tertibiye al-muannese wal-muzakkara. Tertib. Sanak sanlı varu tertib sanlı. Neçi edip sanalı digene. Ana uşnaka tertib sanlı. Jenski rot ve muşku rot. Birbirge masını bağlayız. Bağlayız. Mesela al-a'şira onunçi digene. العاشر للمذكر، عاشرة للمؤنث. واضح؟ نعم. وبنا السابع. السابع السابعة. نعم، ما معنى السابع؟ Yok. Yok. Yettinci. Ha, yetti, yetti. Yettinci. Fahimti mubine? Fahimtu. Yettinci. Neçe edip etişiz kere bolet? Bu mesela hata bolet. Nam. Yettinci. Sabi'a. Yettinci lil muzakkar. Sabi'a. Yettinci lil muannas. Muslime. التاسعه توقزينجه التاسعه بنا تاسعه دب اتمي عاقل فتحه لي تاسع بولد التاسع بولد تاسع دب سكون قوي بيتس بولد تاسع 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 للمذكر للمؤنث كيف يكون التاسعه تو تاسعات توختمین دیگه من کما تمر بوده که سکون قویب توختمین دیب خر درسی تو همه موبی مسلمه تاسعات دیب توختسی بولده یوکی تاسعه تاسعه یوکی واضح بار خمام گسون لب مبينة اقرأ العدد التالي. ثامن.
ما معنى سامين؟ سكس سكس دمين سكس زنشي سكس زنشي سكس بوشكا سكس زنشي بوشكا سكس بوسم أسكس زنشي واسموي حاضر جاب واسموي لا حق دي كتوات